ضربة حرة مباشرة. سبعة مبارك العلاوي بيلعب على ضربة. جول 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 مقبولة حلوة من مبارك العلاوي بتروح على طول ويحطها. اللاعب العماني يسجل الهدف الأول. ثمانية اللي جاب الجول. ثمانية مبارك خلفان يحط الهدف الأولاني. أول مرفوع من ضربة حرة مباشرة على طول بتروح لمبارك واللي بيشتغلها ويحط. الهواء في اللعب حلوة. جول جول حلوة من كورنر من كورنر ملعوبة حلوة حلوة ملعوبة من كورنر حلوة. شوف شلون البطيء بيعيدونا بالتصلح. فريق العماني سجل فقط لحد الان في الدورة هدفين، هدف على قطر وهدف على فريق السعودية. وشايفين الحين في بلنتي ضربة جزاء للفريق العماني. سلم العلوي بشوت حلوة أسفل جول في الدقيقة 21. سجل سلم العلوي الهدف الأولاني من ضربة جزاء لفريق عمان وتصبح النتيجة 1-1. كرة ملعوبة مرة ثانية ياخذها مبارك شير لمحمد مرة ثانية هو الزبير من الزبير يعني الكرة بعرض الملعب ما في حد هناك وخلان بيروح وقام بيروح 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 خميس الى هديب الى محمد مصيدح مرة ثانية الى هديب خميس مرة الى غلام يلا نشوف الكرة نشوف الكرة جول 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 عمان جول هدف التعادل ممتاز جدا جول ما كنا متوقعين في الزاوية الهدف الاول ناصر حمدان اللي مغير من الجهة الثانية إذا منه كان يلعب أول جناح الشمال يا سلام هدف ممتاز هدف التعادل احمصوا هذه صورة إقبال السلطان قابوس المعظم حفظه الله مرفوعة وعلام سلطان تمام مرفوعة سالم حنتوت يلعب على طول ناصر حمدان لدرويش درويش لحنتوت حنتوت عرض الملعب حط الجول الله جول سالم حنتوت كابتن منتخب سلطنة عمان بجماله يسجل هدف عمان الأول والثاني بالدورة من مباراة العراق وعمان هذه ناصر حمدان يلا يا ناصر وهاجم منتخب عماني درويش أحمد يلا يا درويش خلص 18 خلص من واحد خطرة الله حلوة ناصر حمدان هدف حلو جدا بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول واحد منتخب سلطنة عمان الله هذه عادة بالبطيء شوف لما ناصر حصلها عدى باثنين وحطها بالزاوية هذا رجل سعيد يونس وأتوقع أنه يتكلم وين بيحط الكرة الآن يونس بيشوت الله جول منتخب سلطنة عمان شفتوا لما قلت لكم لو استغل منتخب سلطنة عمان الكرة هذه على الهواء حلوة يونس أول هدف
هدف بالنسبة ليونس في دورة كأس الخليج السابعة. حلوة، يا ريت يعيد لنا المخرج البطيء شو المحطة، شو المحطة على يد حارس منتخب المملكة العربية السعودية بالزاوية الضيقة البعيدة. حلوة حلوة حلوة، منتخب سلطنة عمان ضربة حرة مباشرة، وهذا الجمهور، هذا بجانب من حضور المباراة. يونس أمان، يونس أمان في الدقيقة تقريبا 23، في الدقيقة اللاعب يلا يلا خميس، خميس إلى درويش، لكن الكرة تنقطع منه وشوت من بعيد. الله جول، شوف الكرة باقتها هذه، ما كنا متوقعينها ابدا، ما كنا متوقعينها. هدف ممتاز، هدف ممتاز. لا شيء عمان، عادل خميس صاحب الهدف الثاني، لعب جول، جول، هدف عمان، هدف عمان، هدف الاول لعمان. حلوه حلوه، هدف من هذه الناحيه وهدف من الناحيه الثانيه، هدفين لعمان لقطر وهدف لعمان الاول. الان هاي جمهور عمان، راح اقول لكم بعد عليه شوي لما اشوف رقمه. اللاعب العماني احرز الهدف الاول، لاعب رقم ظهر 9، ما يتاكد حقيقه. بندر سرور الحقه قبل تطلع خارج الملعب وتنلعب ناحيه هجمه العمان ناحيه الشمال، قريب من رايه ركنيه على اليمين عبد الله الداعيه، تنلعب الى لاعب الوسط راح يعلي داخل منطقه 18 قبل خميس وحارس المرمى. الله، جول منتخب عمان بحق الهدف الاول في الدقيقه 38. غلام خميس، غلام خميس اللاعب الوسط العماني، لما لعبت له الكره، شوف 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 لعبت له الكره في الدقيقه 38، لعبت الكره ناحيه الشمال، اشترك هو حارس المرمى، حطها براسه، اصطدمت بالعارضه ورجعت له وحطها في الجول، مسجل الهدف الاول لمنتخب عمان في الدقيقه 38. شوف شوف الحقيقه المخرج مشكور جدا، انا اعيد لنا مره ثانيه، شوف شوف اللعبه لما لعبت غلام خميس حطها وتصطدم بالعارضه وترجع الى غلام خميس اللي حطها في المرمى الخالي، مسجل الهدف الاول. صلح الى سالم جمعان، بينيه وخطره للعمان، يحطها ولا لا، منفرد الفريق العماني داخل منطقه الجزاء، جول المنتخب العماني هلال حميد، بينفرد بحارس المرمى داخل منطقه الجزاء الدقيقه 36، الدقيقه 36 هلال حميد بينفرد بحارس المرمى العراقي ويحط هدف التعادل، هدف التعادل. شوفه بالعاده لما حصل له كره بينيه تقدم داخل منطقه الجزاء ولعبها على يسار احمد علي اللي ما قدر يسوي له شيء، شوف شوف بالبطيء اللعب بينيه بكل انتقام لهلال حميد، هلال حميد بيتقدم داخل منطقه الجزاء بيلعبها على يسار احمد علي، مسجل الهدف، هدف التعادل للفريق العماني، تعادل هدف لهدف العراق وعمان، الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول. اللعب شوف في الجول، في الجول يلعبها عالي ناحية اليمين لكن حسام نعمة صد الكرة براسه، كريم هادي صلح لعماد جاسم لكن تنقطع لغلام خميس، غلام خميس المنتخب العماني يحاول يمر، يلعبها اليمين ناحية سعيد فرج، سعيد فرج داخل منطقة جزاء، سعيد فرج لما تقدم، وهذا الجمهور العماني فرحان بالهدف الثاني، سعيد فرج بيحط الهدف الثاني في الدقيقة 45، 45 شوف العادة، سعيد فرج تقدم ناحية اليمين، حارس المرمى اعتقد انه راح يلعبها بالعرض لكن حطها في الدور على يسار احمد علي،
هدفين لعمان، هدف للعراق. انتهى الوقت الأصلي للشوط الأول، انتهت 45 دقيقة. طبعا نلعب على ساعة حكم المباراة الاسكتلندي روبرت فالنتاين. عمان الفريق العماني بيحط الهدف الثاني من جناح اليمين سعيد فرج في الدقيقة 45. وفي هذه اللحظة أعزائي المشاهدين بيصفر حكم المباراة الاسكتلندي روبرت فالنتاين أمام الفريق السعودي، واليوم قاعد يقدم عرض حلو حتى الآن في المباراة اليوم. حمدود سمعه، حمدود يلعبها حلوة، إبراهيم، إبراهيم مايكل، إبراهيم، هذا جول، الله، ولد 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 يا ولد، حلوة المنتخب، حلوة منتخبنا الوطني يا ولد، إبراهيم كرة حلوة، حمدود جمعان، شوف الثانية، شوف الجمهور كله قاعد يساند منتخبنا الوطني، من اللي حط الجول؟ شوف الكرة الحلوة اللي لعبها حمدود إبراهيم صالح وصلها عرضية، شوف 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 من اللي حط الجول؟ ناصر حمدان، إبراهيم صالح، لكن كل وشتركوا فيها، هلال حميد لعبها حلوة حلوة حلوة. يونس أمان كابتن المنتخب، كابتن منتخبنا اليوم في هذه المباراة، ويلا يا يونس شهرتك اليوم، فرصتك اليوم لجماهيرك في السعودية في صفر عمان، ويونس جول، الله يا ولد يا ولد عمان يا ولد عمان يا ولد عمان يا ولد عمان يا ولد عمان، جول يونس أمان، يونس أمان وجورج فوتريو والجمهور كله ويا، شوف يا هذي، شوف شوف لاعبينا بيتعانقون، شوف لاعبينا بيتعانقون، شوف يا عادل البطيء، شوف يونس أمان لما تقدم لها بكل هدوء على يسار أحمد الماجد، وأحمد الماجد أحمد الماجد طالع من المرمى، حلوة يا يونس. الشوط الثاني ولا زال منتخبنا الوطني متقدم بهدف، ناصر حمدان يلعب الكورنر، من يحطها بالجول، ترجع مرة ثانية، شوت جول، شوف خالف شيء، شوف لاعبينا متعانقون، شوف أنا لما انفعلت مع هذه الكرة الحقيقة ما كنت متوقعها، صاروخ طويل المدى من غلام خميس. أعزائي المشاهدين في التلفزيون والمستمعين في الإذاعة، الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني، شوف يا عادل الوطني، شوف لي ضربة الزاوية لما لعبت من ناصر حمدان، شوفوها شوفوها شوفوها، شوف 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 غلام منتخب عادي حطها على يسار أحمد الماجد، على إزار أحمد الماجد مسجل الهدف الثاني في الدقيقة 23 من الشوط الثاني. يا سلام يا ولد، يا سلام يا منتخبنا اللعب على طول، ونتمنى أيضا الفوز لمنتخبنا. زاهر خطأ لمنتخبنا، زاهر يعلي كرة حلوة حطها بالمرمى، الله 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 الله، حلوة يا زاهر، حلوة يا زاهر، شوف طبعاً هذا الجماهير نعطيهم فرصة في بيت العلوي، والرابطة تشجع اللافتات، صورة حضرة صاحب الجلالة مولانا، وهذا صاحب الهدف قابوس المعظم، والأعلام واللافتات والجمهور، الرابطة فعلاً وهلال ينفذها بالمرمى، هلال حميدي اللي ينفذ الكرة بالمرمى، أول أهداف المباراة، أول أهداف المباراة هلال حميد يسجلها في مرمى الإمارات من رفعة حلوة من خطأ لصالح منتخبنا من زاهر. شوف يا عادة، شوف يا عادة، في الدقيقة 30، في الدقيقة 30 أو 31 يحط هلال حميد أول أهداف المباراة لصالح منتخبنا، وهذا شوف يا عادة، شوف يا عادة بالبطيء، العراق اللي هو 7-3 والخميس راحة والجمعة 9-3، المباراة الأخيرة، المباراتين أخيرتين، وكرة ملعوبة للطيب، والطيب ماشي يلعبها حلوة، حطها 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 حطها، جول جول جول، الله 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 الله، مطر خليفة، مطر يا مطر، مطر خليفة، مطر، شوف
شوف قبلة ثاني، شوف إعادة من بطيء. كرة في إحنا مطر غليها بيعدي من باسل عبد النبي وبيطوع حارس المرمى سمير وبيحطها بالزاوية الصعبة. شوف إعادة من بطيء، شوف الطيب لعبها حلوة بينية، كرة سهلة مسهلة لمطر غليفة ومن دفع مطر. شوف بيعدي من حارس المرمى وبيكملها باسل عبد النبي في مرمى محرز منتخبنا. الهدف الأول في الدقيقة السابعة من الشوط الثاني. شوف إعادة، هذا مطر، مطر خليفة حلوة يا مطر. يونس أحمد ضربة جزاء الثالثة، والله كريم وبسم الله الرحمن الرحيم والوطني وضربة جزاء وبسم الله جول، جول المنتخب الوطني. لا الحميد، هلال حميد، أسرع هدف، أسرع هدف، أسرع هدف للمنتخب الوطني من ضربة جزاء لهلال حميد في الدقيقة الثانية من بداية المباراة. فهلال حميد، هلال حميد يسجل ضربة الجزاء 1-0 لصالح منتخبنا الوطني اللي نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق، كل التوفيق إن شاء الله في هذه المباراة، كل التوفيق، كل التوفيق. هذا هلال حميد، هذا هلال حميد، وهذه جماهيرنا فرحانة بالهدف الأولاني في أول دقيقة. طاف ربع ساعة وباقي ساعة وإن شاء الله أمل كبير ملعوب الكرة قدام داخل منطقة الجزاء مرة ثانية. جول! أنا بيب عبد النور، أنا بيب عبد النور راح يصلح غلطته. فعلا عبد النور صلح غلطته. عبد النور، أنا شو قلت لكم، شو قلت لكم، أنا شو قلت لكم، قلت لكم عبد النور ضيع فرصتين وراح يصلح غلطته، راح يصلح غلطته. فعلا عبد النور صلح غلطته. فعلا شوف النور، شوف النور، شوف الطيبة، وشوف النور، شوف الطيبة، شوف نور، نور يا نور. يا سلام، هدف رائع، هدف رائع، هدف رائع عبد النور، هدف رائع. أنا قلت عبد النور راح يصلح غلطته، صلحها غلطته. يا سلام، يا سلام على هالهدف يا عبد النور. 2-2، ما حد أحسن من حد. 2-2، يا سلام، يا سلام. خليفة ملعوب الكرة الآن إلى عبد الله حمدان، حمدان عبد الله حمدان مع الكرة، عبد الله مع الكرة، عبد الله بيحاول يشوف خانة عبد الله وحتى الآن ما رفعها، لعبها عبد الله. عبد الله الحكم قال جول، والكرة دخلت جول، وطلع المدافع من داخل الجول. الحبسي يحبس أنفاس الكرة بين الثلاث الخشبات في الشبك. الحبسي يسجل هدف التعادل والهدف الأول لمنتخبنا في هذه الدورة. سيف بن سعيد الحبسي يسجل الهدف في الدقيقة 14 من الشوط الثاني. شوف معي الكرة، شوف عبد الله حمدان لما راوغ واحد، راوغ واحد وتروح الحبسي، ومن تحت سمير سعيد لعب الحبسي وعدت، عدت، شوف شوف اللاعب طلعها وهي عدت الخط، عدت الخط. جول، جول منتخبنا الوطني، جول. 1-1، 1 الكويت، 1 سلطنة عمان، 1 دولة الكويت، منتخب دولة الكويت، 1 منتخب سلطنة عمان. 1-1، دقيقة 14. حلوين شباب لعبكم حلو، ولياقة عند النهاية. شوف الهدف على سمير سعيد، هدف على سمير سعيد، شيء هدف، هدف كبير يعطي دافع لهذا اللاعب سيف سعيد الحبسي. نتمنى التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا من خلال هذا اللقاء واللقاءات القادمة. ضربة ركنية تلعب سيف الحبسي، سيف عبد الله حمدان، عيد العويران، حلوة، حلوة، طيب جول، جول، الله، جول، جول، جول يا طيب، يا طيب، يا طيب، حلوة يا طيب، حلوة يا عبد النور، حلوة، 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 حلوة. شوف، شوف، شوف جماهيرنا من حقها تفرح، من حقها تفرح. نتمنى التوفيق إن شاء الله. شوف، شوف هدف التعادل، الطيب عبد النور يكرر هدف هيروشيما، الطيب عبد النور يكرر هدف هيروشيما ويحرز هدف التعادل في الدقيقة 4. شوف رايحين نشوف الحقيقة بالإعادة البطيء الهدف. الطيب عبد النور، شوف، شوف نفس الشيء، نفس الشيء في هيروشيما الحقيقة بنفس الهدف من مطر، كانت من مطر خليفة، وهذه كانت الكرة من اللاعب. شوف، شوف، شوف
شوف هذه الكرة طيب على طول على طول أكثر من خمسة لاعبين يحرز الهدف التعادل. يلا يا طيب داود سالم. حلوة داود سالم الكرة مع داود. الله يا داود. حلوة حلوة طيب جول. الله عليك خلص خلص الحمزي 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 خلص الحمزي خلص الهدف الأهلي. حلو يا الحمزي حلوة هدف التعادل هدف التعادل. سيف الحمزي سيف الحمزي في الدقيقة 8 سيف الحمزي في الدقيقة 8 جول 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 جول. حلوة سيف الحمزي خلص الهدف الحقيقة ويحرز الهدف التعادل في الدقيقة 8. تسلم يمينك الحمزي تسلم يمينك الحمزي. شوف شوف الهدف لما جاء شوف أساسا من هذا اللاعب لاعب داود سالم وسيف على طول. شوف سيف قوية بيمينه قوية جول. أبدا أبدا يا حمود أبدا يا حمود ما تمس الكرة قوية مثل هذه كرة موقعة من الحمزي الحقيقة من سيف الحمزي. حلوة الهدف التعادل. يلا يا أولاد يلا يا أولاد يلا يا أولاد. الحقيقة مباراة اليوم نريد فيها نتيجة إيجابية إن شاء الله. قولوا معي آمين يا رب يوفق الأحمر إن شاء الله من خلال في مستواه ويشكل هجماته بشكل صحيح وكرات جماعية خطيرة. طيب عبد النور يتقدم لها من منتخب عمان والنتيجة الآن 2 لقطر و1 عمان. ماذا يفعل الطيب وهدف طيب لعمان يسجل الطيب عبد النور الدقيقة 7 من الشوط الثاني. سالم عبد الله حاول سالم حلوة 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 الكرة سعيد شعبان سعيد شعبان سعيد شعبان حط طويلة فيها. طيب عبد النور سعيد شعبان سعيد شعبان يلعب كرة نفس السيناريو عموما نفس الطريقة نفس الهدف اللي شاهدناه في فريق النعس وكان هدف التعادل. سيف الحبسي يضيف الهدف التعادل الآن في هذا اللقاء. شوف الإعادة سعيد شعبان ولعبها حلوة حلوة في مكان على طول سعيد شعبان. شوف وسيف الحبسي على طول في الجول 21 دقيقة مضت على زمن الشوط الثاني. مشاهدينا الكرام